لك عن يعني لماذا الشيعة دائما ما لماذا يحبون علي نفس حب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لديها مرتبة أكبر من علي وأكبر من الصحابة. لأن الله عز وجل جعلهم كلهم واحد، فعلي هو محمد ومحمد علي، وهذا بالقرآن وأنفسنا وأنفسكم. لذلك وأنت استدللت الآن بأي قرآني وهو محرف؟ لأن أنا أستطيع أتعامل به عكسك أنت كسني، أنت لا تستطيع أن تتعامل به، لا يوجد لديك تشريع، أنا لدي تشريع، أنا أتعامل بقرآن محرف ولدي قواعد. أنت عثمان حرف القرآن، ولا يوجد لديك مشرع أجاز لك المعاملة بالقرآن المحرف، فهمت؟ ايه فهمت. الحمد اذكر لله. تقريبا 7 سنوات قال الحمد لي لله. احد الباحثين في الدين السني هنا في المغرب ان لديكم انتم قرآنكم خاص بكم اسمه قرآن فاطمة. لا، هذا يختلف، هذا أكبر من القرآن. وممكن أكبر ان أكبر، استدل هذا به وانا أكبر، اقرأه. هذا أكبر، أعظم من القرآن. مصحف فاطمة أعظم من القرآن، جيد؟ يعني ممكن أن أستخدمه في السلالات لا لا لا، ما موجود، هذا من علوم الغيب اللي موجود عندهم، هذا فقط في الكلام. أي ما موجود، نعم، فقط من علوم الغيب، وهم غير محتاجين لا مصحف ولا شيء، بس إحنا حتى عقولنا تفتهم. يا أهلا بك، يا أهلا وسهلا، انتظر اتصالك غدا بعد مشاهد مقاطع تحريف القرآن عند السنة، جيد؟ حسنا، وسوف أشاهد حتى أحد المحاضرات التي تنصح بها الجميع وهي بداية التوحيد. أها، يلا يا أهلا بك، انتظر اتصالك غدا، معزز مكرم، أهلا ومرحبا، إلى اللقاء إلى شيخ. اللقاء في رعاية الله، يا أهلا وسهلا، مع السلامة. الحمد لله، شكرا لله، شكرا لله على نعمة أن الله أنقذنا بالتشريع، شكرا لله. شلون نعمة؟ شوفوا شلون أنا أستعملها، والله العظيم 1000 سنة تقريبا هيك الشيعة ومراجعهم يرجفون يخافون يقولون وين نروح، شلون نناقش السني؟ يعني هي شلون نناقش تشريع؟ أنا عندي تشريع، هو ما عنده تشريع، هو رب وتايه بالشارع، ما أعرفه، هو يحير بنفسه إيش يسوي وين يروح، هذا مو شغلي أنا، هو يروح يحير بنفسه. نلقاكم غدا إن شاء الله تعالى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الخالقين الرازقين مشيئة رب العالمين المفوض لهم في كل شيء، ذات الله ونفسه ويده وعينه على عباده، ولعنة الله على أعدائهم.